فيريز مبو هو فيريز مبو هو اقوم عذرنت الاخوان فيريز مبو هو عذرنت طريق بو هو بجماعة اعزان اقليم الناظور قوم نود الحدود جماعة بني سيدي للجبل ذا وش غادي نقضعو بريد انتهى اقف استسنج بني سيدي للجبل باش تسلم ها اقوم الحجة ثابت اقوم استويت كوري اذا قمت الطريق الرابطة بين دوار مطوع جهة مبوح هو تعذر جهة المهم جهة مبوح هو دي جماعة اعزان تعذر جهة نبني سيدير الجبل الا لانه دي جماعة اعزان ديني وذن عاصم دي مجلس الجماعة اعزان ديني سي وذن يخدم المصلحة العامة يعدل نتساهم دي التنمية شين غانغ 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 الزبر غانغ افراد غانغ افراد ديال مجلس الجماعة بني سيدي الجبل غانغ يولان يحسن الجمعيات يولان يحسن التعاونيات يا الرئيسات ذور ذي المجرمة حرب باش تق التنمية قد تق العداوة المضايقات الجمعيات التعاونيات المنتخبين يعزون تخدم المصلحة العامة أقوم الحقيقة الحقيقة المرة أنه طريق ذي بوحوة بجماعة إعزان يعذر ولكن في الجزء الذي ينتمي إلى جماعة أهل بني سيدي الجبل اتوا قد توالى من الحاله ما مشتك لا اله الا الله
امين غنغضي بني سيدي ديال الجبل نمشي هاكا جهتنا بني سيدي ديال الجبل مويثق، ولكن دي جهت الجماعات المجاورة الأخرى طرقهم أصبحت معبدة. ولكن ذي الجماعة بني سيدي ديال الجبل أصبح كل شيء محطم، ممتلكات عمومية تحطم، جمعيات وتعاونيات تتعرض للمضايقات، الفريق الرياضي تم إعدامه، النائب الرابع أقيل من منصبه، النائب الأول سحب التفويض منه، رئيس لجنة المالية تم الانتقام منه، وآخرون وآخرون. تحويل أموال مخصصة للتنمية لشراء سيارة فارهة للسيد الرئيس وهكذا، تحطيم سيارة الجماعة بمنطقة زايو بعد العودة من السعيدية في بطريقة مشبوهة. والعديد من الجرائم التي ارتكبها المجلس شتلاحظوا الفرق وهكيغون غومز والو زاد دي البداية فيديو من دايس طريق معبدة بدوار وهو بجماعة إعزان، وانطلقنا ودخلنا إلى تراب جماعة بني سيدي الجبل ونجد الطرق غير معبدة، لأن المجلس ضعيف، لأن المجلس الجماعة لبني سيدي الجبل مجرم، لأن المجلس الجماعة لبني سيدي الجبل خطير ضد مصالح الساكنة، ضد المشاريع المشاريع التي تحظى بالعناية الملكية السامية لأمير المؤمنين. مجلس جماعة يحول أموال مخصصة للتنمية لشراء سيارة للسيد الرئيس. مجلس جماعة يقيل المنتخبين. مجلس جماعة يسحب التفويض من النواب. مجلس جماعة رئيسة مجلس جماعة تغلق التغطية من هواتف المنتخبين، وكأن أموال الدولة أصبحت من ممتلكات أجدادها. من سيت غيمان يا الرئيسية واتق. شكايات كيدية ضد المستثمرين، عرقلة من أجل الحصول على شواهد إدارية. ماذا تبقى لهذه الرئيسة لم تفعله؟ إني ما نغمي نواثقيا الرئيسية ثاني تبش أسنعني ذي السجل الحافل إغاسي جن باش تذف فيه باش تنسيذ في ذي مجلس قانا. أرقام جينيس باش تذور يعني إجنا الرئيسة تحطم جميع الأرقام القياسية في ارتكاب يعني مضايقات وعرقلة المشاريع وعرقلة الجمعيات والتعاونيات وعرقلة المشاريع التي تحظى بالعناية الملكية السامية لأمير المؤمنين، وتحطيم ممتلكات عمومية، وتحويل أموال مخصصة للتنمية لشراء سيارة نفعية، بينما أن الجماعة تمتلك أسطول من السيارات، انتقام من المواطنين، انتقام من المنتخبين، سحب التفويض من النواب، إقالة النواب، وهكذا دواليك. الإساءة للأحزاب الوطنية قمت شامضوع إتبان نظرخ. مهم قوما بالدنيته.
اخوان تو شنو ندير خويا هذا شنو ندير يعني ماني يعذر وبريد اذ ماني واي يعذر. المهم الرسالة يتبنيت بانه قضي وض باش تسلم ما يجري ويدور بمجلس جماعة بني سيدي للجبل مقارنة مع المجالس مع مجالس القروية المجاورة لها. وشكرا لكم وإلى اللقاء.